السيدات والسادة المشاهدين، مساء الخير عليكم. عصابة الغرب هو عنوان هذه الحلقة من برنامج أخطر المجرمين. بدات بشاب فلاح، هذا الشاب ولا خطاف ديال البلايص. هذا الخطاف قرر يولي مجرم. هذا المجرم كون عصابة دموية تستعمل الأسلحة النارية، ومن هذه العصابة ديال قطاع الطرق تحولت إلى تنظيم شبه مافياوي. كون ما شدوش البوليس كان يمكن يكون خطير جدا على الصعيد الوطني. نخليكم الآن مع عصابة الغرب. ما بين سنة 2001 و2005 عرفت منطقة الغرب ومدن أخرى عدد هائل من الجرائم اللي فيها القتل والسرقات الكبيرة للمواشي والسيارات والاعتداءات بواسطة السلاح الناري والأسلحة البيضاء. المسألة كتتعلق بعصابة خطيرة ما كان معروف عليها حتى شي معلومة. بدينا كخطوة أولى جميع المعلومات ديال الجرائم المرتكبة قبل هذه العصابة. كنحاولوا ديما نشوفوا الضحايا، ولو بعد ما كتكون شي كاين مسجله كتعاود تستعيد الضحيه باش تاخذ من عنده تفاصيل اكثر دقه. على الطريقه ديال الهضره ديالهم، الفيزيولوجي ديالهم، كلشي تحاول، يعني كتحاول دير ان بروفيل للمجرم باش تعرف واش هذا المجرم هذا واش من هذا من الباديه ولا واحد من نقي ولا ما. كتحاول تقرب بالضبط. الوغ ملي عرفنا هذا اتصلنا برجال الضرب يساعدونا في التقشير، عطونا هاد الشكريات كاملة درسناها وتفحصناها وعملنا تنسيق أيضا مع المديرية ديالنا، لأن كاين واحد القسم خاص بلغة بروشمون ديال الجرائم. ملي كدار جريمة في واحد القنت وتقعد تحاولوا تشوفوا واش هاد الجريمة واش عندها شي علاقة ديال الجريمة. هنا لقينا بأن في مدينة سالة كان ديجا تلقى قبل بعض العصابات ويستخدم بها الطريقة سرقة السيارات وسرقة المواشي. مشينا للأرشيف ديال مدينة سالة، خدينا دوك الأسماء، لقيناهم أغلبية ديالهم في الحبس في السجن. غريبين في السجن، بقينا كنقلبوا على الناس اللي كانوا يكونوا معاهم. درنا تحليل مدينة سالة وتحليل منطقة السول، عرفنا بأن دوك الناس اللي مسدودين لقاو بعض الأصدقاء ديالهم اللي خارج حرس ديال الشرطة واللي ما كيشكلوش الموضوع بحثه، ولكن اللي كان مثير هما المختفى في الأنظار ما عشاش مع دورهم. ملي كدير واحد البحث ميداني سري مع العائلة ديالهم عن طريق الأصدقاء بلا ما كتعرفك بوليسية ولا شوك، ما عرفتش فين مشى خويا الله أعلم ليه، ولا كيجي مره مرات يجي مزيان كدور مع عائلته وتيمشي. دونك هنا بان بان داك السيد عنده علاقه بهذه السرقات هذه، وهذا هو اللي كان الخيط الاول. جندنا فرقه خاصه بجمع المعلومات، فحقيقه هذه الفرقه هذه كنشكرها بزاف لانها جابتنا معلومات مزيانه في هذا الاطار. تم رصد التحركات ديال مجموعه من افراد هذه العصابه، وتم تتبع ديالهم بشكل مستمر، ولكن كان كيبقى بالنسبه لنا هي ديك العمليه ديال الايقاف اللي غادي دير لو ديكليك ديال لافير. ديكليك لافير كيعني به الكوميسير مفتاح القضيه، والمفتاح كان هو تعرفهم على واحد الشخص تاكدوا مزيان بان عنده يد مباشره في هذه الجرائم او على الاقل بعضها. ضباط ومفتشين ديال هذه المصلحه قاموا بمراقبات على مستوى الاحياء اللي محتمل انهم يتردوا عليها استغلال الاوصاف ديالهم، فتمكنوا من التوصل الى العنوان ديال واحد من دوك الجنات على مستوى حي الحوزيه بهذه المدينه. كان ساكن في دار معزوله، وما كان حتى خيط يقدر يدق عليه، لان ماشي مولي البلاد وبراني، يعني اضطرينا اننا ندق له لان باب حديدي ما يمكنش. بمجرد عارف ما كيدق عليه شي واحد الا هو المخزن هذا صافي. بمجرد ما طرقنا باب ديال المنزل ديالو، بعد لحظات سمعنا شي صراخ ديال الخليه اللي كانت معاه، فما كان الا ان نحلوا الباب بالقوه. حنا ملي سمعنا الغوت ديالها عرفنا شي حاجه ماشي هي هذه، يقدر يبغي يحتجزها وتحس التهديد باش خلوني نمشي، ولا يقدر يقتلها بكلشي ممكن. الوغ كانت العمليه ديال الدخول سريعه جدا. Thank you.
كبير. لا لا ما تشربوش ما تشربوش ما تشربوش. واشرب الماء قاطع. مركز جلوب سياخ مسعف من الامر حول الانتحار. اشرب يا صاحبي مالك. شكون كاين معكم هنا؟ شكون؟ هذيك البنت لقيناها في حاله بحال هلوسه. انا تفاجات. اولا الدخول ديالنا بديك الطريقه باش دخلنا. وثاني انا مصدم سمع طرق الباب. طلع الماء قاطع. شربوا هاد العامل الاول انا تخلعت ما عرفتش شنو كنا عارف المقاطع هذاك راه مقاطع لانه كان ديك الدار حديث يلاه كراها وكان جابوا المقاطع باش نضيفوا يعني راه عارف هذاك مقاطع ماشي خطا ولا لانه مجرد ما دقوا قال البوز البوز مشات طلع القرعه شرب منه واحد تقريبا واحد نصف لتر بحال هكا يعني بمجرد ما خرجنا من الدار ديك الاسعاف لان حنا كان عندنا الهدف نقص القاعيش داك السيد لانه خير من الخيوط ما لمات خسرنا بزاف المعطيات السبيطار تم الفحص ديالو من طرف الطبيب تبين على ان الحاله ديالو كتكتسي واحد الخطوره ومن المستشفى الادريسي بهذه المدينه اضطرنا ان ننقلو للمستشفى ابن سينا بالرباط تماك فين تم خضع العملية ديال غسل المعده وتلقى اسعافات تم الانقاذ ديالو بل تحسنت حالته نسبيا المحققين ما كانش خاصهم يضيعوا الوقت فباشروا يستجوبوه وهو على سرير المرض ولكن كان بكامل الوعي ديالو انت شوف الله يرضى عليك الله يرضى عليك صفي داكشي اللي عندك حيدو دابا اللي عطى الله عطى خرج داكشي اللي عندك ما تخلي حتى حاجه عندك داكشي عندي نقولوا دابا حنا راه حنا عارفين كلشي داكشي ولكن بغينا نسمعوا داكشي من عندك انت من فمك لا اللي كانوا معايا يحيى زيد هضر شنو اخر سعيد طارق شكون عاوتاني سي محمد وهما كيحققوا معاه فريق اخر تجوب البنت شنو سميتك فطام زهرة من شنو انت كتعرفي ماشي بزاف انت كتعرفي ديال لا لا. اهم حاجه قالت ليهم البنت انه قبل ما يشرب المقاطع لاح شي حاجه في الطواليت هرسوها ولقاوها شويه مزيان لا بس استعدت تهضر معنا تعاود معنا شويه يلا قول لي شو الماء ولا بقينا عندك في الدار هذه صورتك صورتي سميل ماشي ديالك ولد عمي منين جاوك هذا دخلتي عطيتو التصاور وهو عارف عندي مشكل مع المخزن تيقلبو عارف تيقلبو على قال لي جيب لي التصاور أنا عطيتو التصاور و 600 درهم باش يصايبو ليا سميتو الخارجي؟ سميتو أحمد ودرقية أحمد ودرقية ما عندكم من الدوار نيت؟ من الدوار نيت التليفون ديالو؟ التليفون ديالو 0 زيد 6
راه قلت لك غادي تبقى عندنا بحال الشهدرين فهمتي نتعامل معكم مستر خويا طلع دابا غادي تعطيني شكون اللي عنده الجويه عندنا نغلقوها طيب تفاطمه والله أصله واقف وزان وزاني قلنا دابا فين كتلاقى كل الخطاف احسن يقول شي يقول هو فين فين نتلاقاو فين نتلاقاو بالتليفونات اللي تبين فيه هو انه ترى طلاقه لك انا استرطت من القاضي نعرف راسي درت جريمه خطيره جدا تقدر تحكم المؤبد الاعدام انا ما قاش نمشي بمؤبد الاعدام ولكن هل درت ولدت درنا مع واحد الابحاث مكتفه استطعنا من خلالها الكشف على كافه عناصر هاد العصابه والتحركات ديالهم المحققين اجتمعوا بعد ما عرفوا ان عدد افراد العصابه كان كبير المعلومات اللي عندهم ان العصابه كان فيها فريق دموي مكلف بالسطو والاعتداء بواسطه بندقيه وفريق ديال تزوير الوثائق قرروا يشدوهم في وقت واحد هاد العمليه الكبيره كانت كتشبه سباق ماراثون ولكن بسرعه قياسيه من البدايه حتى النهايه كان الرهان وهو ضبط واحد التوقيت اللي يكون جميع التدخلات ديال العناصر اللي قسمناهم المجموعات تكون متزامنه بحيث ان هاد الجونات ما يتمش تداول المعلومات بيناتهم وبالتالي نضمنوا النجاح للعمليه بواحد النسبه عاليه نرجع لكم بعد الفاصل الاشهاري اهم عنصر في هاد العصابه كان هو الزعيم فكان لازم ضمان القبض عليه لاختاسيون كانت الميور ديال زعيم العصابه الاول لانه كان خطير جدا وكان معروف انه يقدر يقتل يقدر يدير اي حاجه وكانت اول معلومه ان تبين ان الشخص مزوج بوحده من ديال القنيطره الوغ ديك الساعه وجدنا جميع التحريات ديالنا لهاد السيده شكون هي بالفعل تمكنا من وصول السيده هذه شكون هي بطريقه مشينا الوالده ديالها دون ما نعرف حتى من مجال الشرطه درنا لها واحد التراقب والتتبع ديالها الحين عرفنا المنزل ديال الابنه ديالها يعني اتخذت جميع الاحتياطات دينا ناس معنا اكفاء كان تفريق الادوار بيناتنا لان نحاول دائما في مثل هاد الايقافات دائما كنلعبوا على عنصر مفاجاه لان كل مفاجاه ديال المجرم كتكون عمليه الايقاف سريعه وما كتكونش دي ديكا وهذا هو يلعبنا عليه اننا طوقنا المنزل ديالو من تحت والفوق فين ساكن وخلينا نموت المراه هي اللي تدق عليه سيارة إسبانية الترقيم لتبين بالتنقيب ديالها أنها سيارة مسروقة حديثا من مدينة سوق أربعاء الغرب عبد السلام زعيم العصابة الخطير بعد ما تشد خضع الاستجواب سريع كان الهدف منه هو يعرف المحققين شكون مول البندقية عند من كانت شويشة أوكي لا ما يمكنش ما تعقلش على ما هادشي داس عليه قرن غتعاون معنا عبد السلام أنت بديتي كتكذب قول لي شكون اللي كانت عنده الجويجة شكون فيكم اللي كانت عنده الجويجة والله عند سي محمد ودابا هكا
علاش اللي عطل عطات كرخصهم يشدوا ايضا القتالم والبندقية فوضعوا ليه خطة متقونة فرد خطير معروف السابق ناسين في سرقة السيارات وسرقة المنصوفة هو اللي كانت يقوم عملية ديال اطلاق النار على الاشخاص كان المشكل انا مش نعرفوش وجهه اللي كان في الوصل هو واحد السيدة قينا الهاتف ديالها فعند رئيس العيلة زعيم العصابة الاول قال لك هذه السيد خليلة ديال السيد السيد عمرك تلاقيتي به ما كنعرفوش ما كتعرفيش كاع تلاقيتني شي حاجة ماشي هي اللي تعرفي قانون فراسك ولا لا عارفة انا بصراحة ما فين تلاقيت معاه فين تلاقيت اول مرة تلاقيت مع فاس كاين فيك الثقة بزاف دابا إلا عيطت ليه يجي لا عيطت ليه يجي صافي تعيطي ليه يجي دابا صافي حاولنا ان نوجهوا الخليلة ديالو ان دير شي مكان منعزل خوفا باش ما يتقاسمنا شي مواطن هذا حنا البوليس ماشي مشكل وبالفعل راه انتقلوا عناصر نهار صحيح ولا الشرطة القضائية المنطقة ديال سيدي علا التازي بحوزة قنيطرة وعطيناه الهاتف باش هضرت معاه وبقينا عملية التصل وتشدينا زيد التليفون باش كومبوزينا نوت وغوشي ليه ولا تقول على ستاسيون راني كنتسناه عافاك ما تعطلش عليا راني بوحدي اللي مرا هنايا هضري عادية هذا ما كاين والو هما اللي فين تلاقاو يلاه دوزي النمرة ديالك الو فينك القهوة اللي حدا ستاسيون ما تعطلش عليا انا راه بوحدي اللي مرا هنا كنساينك ما تعطلش حملت شي لايك وشي مجدود 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 حملت شي قول حتى الدوار خد طاكسي باش دابا تجي عندي عندنا شي لعيبه غنديروها هضر عادي صافي دابا تحيد الموتي فعلا عادي صافي صافي الو اسلام ام اسلام دوز عندي دوز عندي الدوار دوز واش الطاكسي دوز عندي الدوار دابا نيت وانا كنتسناك يلا هذه القهوة بلاصة بلاصة يلا يلا وجيب لي الأمانة معاك يلا
مجرم اخر خطير كان هو ولد خالت المجرم اللي بغى ينتحر، وهو اللي زور ليه الوراق ديالو. المحققين ضبطوا المكان اللي موجود فيه، كان محطه القطار. لقينا بالحوزه ديالهم ورقه رماديه مزوره على الاساس، بحثنا معاه بحث سريع المكان الايقاف ديالو والهاتف السيد اللي كان يزودوا بهذه الوثائق المزوره، وتمكنا باش نوقفوا حتى هو. الو قرب جيب جيب الطوله هنا الله يرحمك. تم ايقاف داك الشخص بسهوله، لان كما كنعرفوا هذاك هاد الاشخاص اللي كيتعاطوا لهذا النوع من الجرائم فكيكونوا مسالمين، ما كنلقاو الصعوبات في ايقافهم. هذه طبعا ماشي قاعده عامه، ربما كاين بعض الاستثناءات، ولكن عاده الاشخاص اللي كيتعاطوا الجرائم ديال التزوير او النصب او كيكونوا اشخاص مسالمين اللي ديما كيكون الهدف ديالهم
كسب الثقة ديال الأشخاص العاديين وكذلك كسب الثقة حتى ديال أفراد الشرطة. ما كناش حنا كنظنوا كاع ديك السيد غادي غيق كيقوم بهذه الأفعال هذه. مرتاح انت؟ نعم. فاش قالوا؟ امور ناضية؟ ناضية انا. مزيان؟ صافي صافي محسوبة. ها الأمن. صافي. الله يسهل. شنو جاي؟ في مريدك. تم حجز مجموعة كبيرة من أختام ديال الدولة كذلك وثائق مزورة وثائق كتحمل بيانات وثائق ما فيهاش كاع بيانات يعني كارت ديكارت غريز اللي كانوا خاوين سميتو ورقات ديال البيع والشراء كاين وثائق ديال السيارات بطبيعة الحال كانت ورقة نقل الملكية ديال السيارات كانوا عنده يعني خاوين كان فيهم ديكاشي فيهم كل شيء كان عنده حتى شواهد مدرسية كانت عنده حتى شواهد ديال البكالوريا اللي خاوين بمجرد انه تيعمرهم بيدو او بالاله الكاتبه وكوضع عليهم الاختام ديالهم كتصبح وثيقه سليمه يعني كان شخص محترف في هذا الميدان بمعنى الكلمه دوله جميع المصالح عنده الاختام ديالها توالت الاعتقالات شدوا اغلب عناصر العصابه وتحجزت معهم البندقيه والاسلحه البيضاء وادوات التزوير من بعد بدات التحقيقات المعمقه مع عبد السلام الزعيم كان راسه قاصح بغى يلصق كاع الجرائم فيه بوحدو عبد السلام دابا غنبداو سمعتيني غتعاون معنا غنبداو وحده بوحده حنا غنتعاونوا معاك وغنعاونوك غنحاولوا كيفاش نخرجوك تاعك ولكن غتعطينا وحده بوحده صافي عبد السلام مستعد قول لي العمليه ديال الحجب شكون اللي كان معاك شحال كنتو كنت بوحدك ما يمكنش تكون بوحدك لا تسوق جوج طوموبيلات بوحدك ولا كانت معايا واحد الدريه هي اللي صاب الطوموبيلات ثاني كيفاش دريه على دريه غادا تقش العساس شكون اللي قش العساس والله ما لقيت العساس والبنت ساق الطوموبيل لا ما يمكنش ما يمكنش غتعاون معنا عبد السلام ها انت بديتي كتكذب ما غنكذبش انا لان كاين سي محمد راه تا هو راه عاودنا علاش لا يعني واخا كان معنا هنا تيهضر معاك هو واثق ولكن حنا كنا استغنا ديك الخريطه زمت معلومات انك كتعنا جميع المعلومات عليه يعني في اطار بحث ما كتخليش ديك الشيء هذا اللي يكذب على كل شحال يعني كنتي عارف الجرائم اللي دارها كلها كتاخذ من عنده لي ديتاي خلال البحث كنا مفرقينهم لان كنا تخافوا من الام تي تي كدير واحد الكومباريزون مع شنو قال الاخر باش القضيه كتكون كامله مكموله تبين على انهم قاموا باكثر من 60 عمليه ما كانش كاين في العمليات غير في مكان واحد
لان جميع تقريبا مدن المغرب صخيرات تماره مدينه قنيطره سلال حاجب خنيفره مكناس فاس يعني مدن كثيره وبكاش نوع من الجريمه واحد جميع انواع الجريمه ارتكبوها قطع الطريق على المواطنين العاديين على المهربين سرقة السيارات سرقة المواشي والتزوير بهذه العمليات كلها كانوا كيعتمدوا على العنف القاتل بواسطة البندقية والسيوف كانت أول أخطر جريمة هي اللي استهدفت أحد حراس السيارات السلام عليكم لا ما كنعرفوش فكر مزيان لا تنقولها راه راجل كبير تلعب شويه معمره مش تندير حركات حمراء والسيد قلت لي عمره مش عندي راجل كبير لا والله ما تعرفوش مرسيدس 240 وأونو وفي الطريق هربانين خرجوا في واحد الشاب غادي في الطريق صدموه وقتلوه من الجانب آخر عاوتاني كانوا كيتعرضوا حتى للناس اللي كيكونوا متجهين للأسواق الأسبوعية تحت تهديد ديالهم بسلاح ناري يعني الشخص هو كيتوقف عليه غير يعني بميديا أو سكين ولا هادي تخاف ما بالك أنه كيطلق تأعيرة نارية في السماء بهذه الطريقة سرقوا ستاسيون ليسانس في مدينة سلا السلام عليكم شحال عليكم بعد الفاصل الإشهادي من العنف والتهديد المباشر كانت عندهم وسيلة أخرى كانت تعتمد على المكر بالنسبة للاعتراض ديال الناس اللي كانوا في الأسواق أن زعيم العصابة الأولى كما سبق قلت لكم ينحدر من البادية يعني هو ملم بالعقلية ديال البادية عارف أن الناس ديال البادية في الصباح كيمشيو للسوق يعني كيجدارمي كيدوزو البراج لابسين جيليات خضر دونك راه جدارمي هذه العقلية ديال الناس ديال البادية تهزو منطقة السهول وهاد النواحي هادي هو لعب على هاد الخيط هذا استغل هاد المعلومات اللي عنده وبداو كيما ينفذوا هاد العمليات هادي في حين ان الجيري راه متواجدين في الاسواق كاملين ولكن دوك الناس الباديه ما عارفينش مثلا كانت العصابة كتقتصر على قطع طريق الفلاحة بل عشرات المرات هجمات ديورهم والضيعات ديالهم وسرقت لهم بهايمهم تيكونوا 4 ديال الافراد وكيكونوا سارقين
أربعة خمسة ديال رؤوس ديال الأغنام اللي كانت واحد الطريقة اللي كي يسرقوا بها شوية يعني هما بربعة في الطوموبيل وكيهزوا أربعة ديال الأغنام ولا خمسة كانت كتبين الحرفية ديال هاد العناصر. ونقدر نقول لك واحد الحاجة أن ما تخيلش أن عجل تسخشي الأونو كان استطاعته أن يطلع عجل ويدير في أونو شو الصغر ديال الأونو مقارنة مع الحجم ديال العجل. زعيم العصابة عبد السلام في التحقيق معاه ذكر عملية وحدة ديال سرقة الماشية اللي فشلات بعد ما باغتهم سكان واحد الدوار. نجاو أفراد العصابة بواسطة إطلاق النار اللي تصاب فيه واحد الفلاح إصابة خطيرة. كانوا كيديروا العدد الهائل ديال البهايم اللي كانوا كيسرقوا. المهم هذوك الغنم الصباح دوروا السوق غتلقاهم بزاف تما كيتسناو ما يمشيوش مجموعين باش ما كنفكوا في الخميس ان شاء الله. ان شاء الله السوق فكوا الحريره وشوفوا في حالاتكم تلاقوا في بلايصه ان شاء الله. انتوني عضو من العصابة كان جزار كيمارس الذبيحة السرية. كان كياخذ هادوك البهايم وكيصرفهم اللحم وكيبيعو في السواق. كان الزعيم وبعض صحابه كيمشيو ياخذوا الفلوس بعد كل عملية. أفراد العصابة كانوا فرقشية محترفين وأيضا كانوا بارعين في صيد المهربين سواء ديال المخدرات ولا ديال البضائع حيث هما في الأصل قرويين وكيعرفوا جميع الطرقات السرية ديال التهريب. وكانوا تيهاجموهم بالسلاح الناري كيجردوهم من جميع الأموال اللي كتكون بحوزة ديالهم كذلك البضاعة اللي كتكون عبارة عن كيف عبارة عن مخدر شيرة. يعني عندهم واحد العلم مسبق أن هذا الشخص هذا مادام أنه حامل هذا الشيء وكيخدم في هذا المجال ما يمكنش يقدم شكاية لمصالح الأمن أو مصالح الدرك. كيفاش كانوا كيصرفوا البهايم والطوموبيلات كيفاش كانوا كيصرفوهم. التحقيقات مع المزور بينات بان البوليس ما شدوش عصابه وحده شدو جوج ديال العصابات. من خلال الابحاث اللي درنا عرفنا بان كاينه عصابه ثانيه اللي ما كتوبيريش مع العصابه الاولى يعني بوحدها كتخدم بوحدها ما كاينش علاقه مباشره ما بين العصابات بجوج لا سيما الزعيم ديال العصابه الاولى اللي معروف بسبب خصوصيته والجبروت ديالو
والزعيم ديال العصابه الثانيه اللي هو شخص انيق عنده مركز ما نقولوش اجتماع وانما يعني موارد ديال العيش متوفره، لا سيما انه كان تيملك مقهى الاب ديالو كان مقاول في ميدان النجاره. يعني بخصوص العصابه الثانيه كان فيها شخص واحد اللي هو حرفي في التزوير، فنان حرفي في التزوير. الاشخاص الاخرين كانوا هما اللي كيجلبوا ليه اشخاص اخرين سواء من العصابه الاولى او من حتى من الناس اخرين كيرغبوا في هذه العمليه ديال التزوير ديال شي وثائق، وهذه كانوا هاد الاشخاص كلهم كيعملوا بجانبه وهما كيمدوا بالناس هما كيجيبوا ليه الناس اللي باغي اللي راغب في شي تزوير ديال اي وثيقه رسميه كان كيلتجئ ليه. بالنسبه ليهم هما كانوا كيشكلوا كمساعدين ديالو في التزوير وفي صنع الاختام في هذه العمليه كامله. زعيم العصابه الدمويه ما كيعرفش زعيم عصابه التزوير، كان بيناتهم وسيط اللي هو من عائله عضو بالعصابه الدمويه اللي بغى ينصحها. المزور كان مرتاح لهذه العلاقه، كيتعامل غير مع الوثائق اللي كتوصلوا من اي جهه كانت. كانوا استغلوا داك عدم وجود واحد العلاقه بين بعض المصالح، بحال مثلا مصلحه الجمارك مع مصلحه تسجيل السيارات، ما كاينش واحد التواصل. ولا مع بلدية كاينش واحد التواصل، يعني واخا كدير وثيقه مزيفه اداره تسجيل السيارات ما كتاكدوش منها لان ما كاينش واحد العلاقه وطيده بيناتهم. ونفس الشيء بالنسبه للوكالات ديال بيع السيارات، كاينش العصابه الاولى كتجيب السياره مثلا مسروقه كيدير لها ماتريكيل كيزور الوثائق اللي خاصهم بها كيدير الوكاله مزوره وتيبيعها في السوق عادي، لان ما يمشيش غتعرف مزور حتى داك المشتري كيمشي يسجل الاسم ديالو عاد كيتضح بانه كان ضحيه نصب وبين هذيك السياره موضوع سرقه. امور كانت غاديه مزيان بين هاد الجوج واخا ما عمرهم تعارفوا، كان كل واحد فيهم راضي على حقه. الاموال اللي كتحصل من السرقات هذه كانت كتقسم بالتساوي بين العصابه الاولى والعصابه الثانيه. المزور كان مرتاح ماليا، عنده مشاريع مهمه ودخل عالم الجريمه باش يتحرم من الحريه ويتعاقب في النهايه، فعلاش دار هاد الشيء؟ انا عندي واحد التصور لهاد الظاهره، لان كاين اللي كيكون فيهم انفيس كتكون واحد ربما كيلقى الذات ديالو في هاد العمليات بحكم التجربه شحال من جرائم بشرناها في هذا المجال. فكاين بعض الحالات اللي كنتفاجئوا في بعض الاشخاص اللي ماديا ما كيكون عندهم حتى مشكل. نرجعوا للعصابه الدمويه، كيفاش دخل زعيمها عالم قطع الطرق والسلب والقتل؟ وعاش منطقه ديال السول، كنت تعاطى الفلاحه كتكون عائله كتكون 11 شخص، اب حاله ماديه ضعيفه ميد الفلاحه والراعي. بحكم ان السهول قريب من مدينه سلا انه انتقل للعيش مدينه سلا كان تيعمل صعيب، تعرف لمجموعه من الناس ولا كيتعاطى تدخين المخدرات وشرب الخمر وهذا كيطلب ماديات. كيتميز بواحد البنيه جسديه قويه، واحد الشخص اللي خاشن. تلاقى مع شي منحرفين اللي كان نفذ العمليه الاولى كان المدخول ديالو 5000 درهم، 5000 بالنسبه ليه هو كان خدام ب 40 درهم شي حاجه كثيره. الوغ مشى في هذا المجال هذه ملي شدو هما كون عصابه خاصه به. كان معروف بالسطوه ديالو والجبروت ديالو. وتيبان حتى لا فيزيونومي ديالو كتبين داك العروبيه اللي درويش وتحقروا كاع، ما تقولش السيد راه مزيان حتى لهذ الدرجه هذه. مع العلم انه ربما اصغر سنا بين اعضاء العصابه، الا انه هو الزعيم هو اللي كان كيوجه العصابه هو اللي كان كيقسم الادوار. ودوك الناس اللي هو يعني استقطبهم باش يخدموا معاه كانوا اقل خبره منه. كانوا اقل خبره منه وكان ديما تيرهبهم عامل الترهيب. قول ديرو بها. لا في الصاغ ديال الكامون. علاش الكامون ديالك هو معيد انت؟ علاش كطير انت؟ نوض نوض سير نوض برا. نوض خرج عليه برا. واش غادي تهضر عليه سلافتو. هضر معايا انت غتقول لي اش غنديرو. وعنده واحد التاثير سحري، عنده واحد لوكاريزم على باقي افراد العصابه. اب روحي للعصابه وخا تشد اعضاء ما تذكرش الاسم ديالو. زياده على انه اللي تشد من افراد العصابه ما كيبيعش به، كانت عنده وسيله اخرى باش ما يطيحش في يد العداله. ديما كانت تستعمل هويات مزيفه اللي كان كيوفرها له طريقه العصابه الثانيه، يعني واخا كتشدو كدير تنقيب على هويات وكتلقى بانه غير مبحوث عنه ما كيشكل حتى شي خطوره. هاد المجرم الجبار القاسي القلب في اخر المطاف طاح في يد العداله. في اول يوم كانوا غاديين به البوليس للمحكمه دمعات عينه، تخنقات فيه النفس وطاح على الارض. يعني ما تهضمش لانه تشد، ما بغاش تهضم له لانه كان واثق من نفسه تماما. هاد العصابه اللي بدات بافراد قرويين ومقاريين كيعتمدوا غير على العنف، وصلت انها تربط علاقه مع عصابه كتعتمد على التقنيات والذكاء.
ففين كانوا غادي يوصلوا كون ما تشدوش؟ الشيء الخطير في هذا ربما نقله نوعيه في مجال الجريمه على مستوى هذه الجهه، انهم وصلوا لواحد المرحله ديال التنظيم. كاين زعيم عصابه كيفرق الادوار سواء اللي كيقوم بعمليه ديال المباغات، اللي كيقوم بعمليه السياق ديال العربه المسروقه، اللي كيقوم بعمليه ديال التصريف، اللي كيقوم بتزييف وتزوير الروادق. هذا التنظيم وهذا الحس الاجرامي اللي كاين عند الزعيم ديال العصابه، وهذه العصابه الاجراميه كان خطير. واخا مازال ما وصلنا للجريمه للمنظمه هنا في المغرب، فهذه المجموعه هذه الشبكه راه كانت متجهه نحو ما يسمى بالجريمه المنظمه. افراد العصابتين اللي تشدوا وتحاكموا وصلوا 70 واحد، احكامهم تراوحت من 5 سنين الى 15 سنه نافذه. رجال الدارك تعبونا بزاف، تعبونا بزاف لان مخفوع عندنا حتى معطيات، وساعدنا عطاونا البروفيل ديال المجرمين هادو، الاعداد ديالهم، كيفاش كيتنظموا، نوع العمليات بالضبط، حتى تسد تهضر معاهم بزاف وكش ضحيه كيسيطروا الضحايا، يعني كان واحد التجاوب كبير، لان الاهم اللي كان هو ايقاف هذه العصابه، ماشي مشكل الدارك ولا البوليس اللي غيشدوها، هو الحد النشاط ديال العصابه هو اللي مهم، كيش دوها جدرانيه كيش دوها الامن، المهم هو العصابه توضع عليها حد، لان روعت المواطنين. إلا لقات هاد العصابة جدرمية محلل من جهة، وحنا محلل من جهة، اللهم تعاونوا ونحيدوا عنا هاد العمادة.